بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع برنامج فتاوى يسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاة السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع نذكر الأخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك عبر الرسائل النصية فقط صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية سته، على بركه الله نبدا هذه الحلقه بهذا السؤال الذي ورد الى البرنامج حيث يسال الاخ محمد يقول تفسير انما التوبه على الله للذين يعلمون يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب عليهم الله وكان الله عليما حكيما وهل للتوبه شروط؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى إنما التوبة على الله يعني واجبة أوجبها الله على نفسه سبحانه وتعالى للذين يعملون السوء أي الأعمال غير الصالحة وغير المشروعة بجهالة يعني بعدم عقل بجهالة يعني بغير تعقل ثم يتوبون من قريب بمعنى انهم يرجعون الى الله عز وجل ولا يتأخرون في التوبة بل يبادرون بها فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجبة فهي حره ترج وهي واجبة من الله سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما كان ولا يزال سبحانه وتعالى عليما باحوال عباده ومن يتوب بصدق ومن يتوب بلسانه فقط حكيما يضع الامور في موضعها فيضع التوبه في موضعها اللائق بها لانه يعلم من يستحقها ومن لا يستحقها فهو يضعها في موضعها نعم. نعم في قوله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم الله وكان الله عليما حكيما في قوله هذا ما هي شروط التوبه؟ شروط التوبه ثلاثة. نعم. الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب. ما يتوب في لسانه وهو يعمل الذنب ويستمر عليه، بل يقلع عنه ويتركه تركا نهائيا. من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما بالصادق في توبته حكيما يضع الامور في موضعها ويضع العفو في موضعه وشروط التوبه ثلاثه الاقلاع عن الذنب هذا واحد بمعنى ان يترك الذنب ليس أنه يقول أتوب إلى الله يلا التوبة وهو مقيم على الذنب فإن هذا لا ينفعه شيئا هذا واحد نعم ثاني العزم أن لا يعود علي إليه فإن كان في توبته مؤقتة وبنيته أنه يرجع إلى الذنب يتوب في رمضان مثلا وفي نيته أنه يرجع بعد رمضان أو يتوب في في الحج وبنيته يرجع إلى أو يتوب في أي أي وقت ثم في نيته أنه يرجع وإنما يتوب توبة مؤقتة هذه لا تقبل الإقلاع عن الذنب هذا أول شيء والندم على ما فات لا بد أن يندم على ما حصل منه ويخجل من الله سبحانه وتعالى العزم لا يرجع إليه، لا يعود إليه أبداً، فإن كان بنيته يتوب مثلاً في وقت في نيته أنه يرجع إلى ذنبه بعد ذلك الوقت فإن توبته لا تقبل، نعم. احسن الله اليكم معالي الشيخ ومتواصلين معكم وفي قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول متى تبدا ايام الحج؟ الحج اشهر, أشهر معلومات نعم هي شهر شوال وشهر ذي القعده وعشره ايام من ذي الحجة هذه هي أشهر الحج فمن أحرم فيها في هذه من خلال هذه الأشهر انعقد إحرامه بالحج أما أن يحرم بالحج في غير أشهره فإن إحرامه لا ينعقد نعم يقول سؤاله الآخر يقول ما هي ضوابط من أراد الحج وعليه دين إذا كان ماله يتسع لتسدى لتسديد الدين ونفقة الحج فلا بأس أن يحج، أما إذا كان ماله ضيقا لا يتسع إلا لأحدهما فإنه يبدأ بالدين ويسدده ولا يحج، نعم. أحسن الله إليكم، سائل آخر يقول بارك الله فيكم هل يجوز الحج عن شخص قد توفي ولم يحج؟ إيه نعم يجوز الحج لأن الحج تدخله النيابة فمن مات وهو لم يحج فإنه يحج عنه إما بأن يدفع من تركته قدر ما يحج به عنه إن كان له تركة أو إن تبرع أحد من المحسنين أو يحج عنه قريبه قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حج عنه وليه. نعم. احسن الله اليكم. الشيخ صالح هذا يقول ما المراد بالايه الكريمه في سوره البقره؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا. نعم. اي جعلناكم عدولا خيارا، امه وسط الوسط هو العدل الخيار. فهذه الامه والحمد لله عدول خيار لان الله سيستشهدهم على الناس يوم القيامه لتكونوا شهداء على الناس ويشترط في الشاهد ان يكون عدلا خيارا نعم آه بارك الله فيكم، هذا بعث بهذا السؤال آه محمد من آه جده يسال عن تفسير قول الله تعالى تبارك وتعالى في سوره ال عمران: "كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور". نعم، الايه واضحه. نعم. الآية واضحة كل نفس ذائقة الموت هذا بلا شك أن الموت يأتي على جميع أنفس بني آدم فليس هناك من يخلد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتوا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت لا بد منه في هذه الحياة الدنيا ولا يستثنى منه أحد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أي على أعمالكم يوم القيامة فالدنيا عمل ولا جزاء والآخرة جزاء ولا عمل فالعمل في الدنيا والجزاء عليه في الآخرة نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله السائل فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار يعني يعني أخرج من النار وسلم من دخول النار وأدخل الجنة فقد فاز فاز بمعنى أنه قطع المفازة التي فيها الهلاك فهو فاز يعني نجا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الغرور، والغرور معروف أنه يغر ما يغر الإنسان، ما يغر الإنسان ويخدعه، نعم احسن الله اليكم السائل من الجبال عبد الله يقول ما الحكمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه الحكمه الحث على تعلم القران وتعليمه فمن كانت هذه صفته فهو خير الناس خيركم من تعلم القران وعلمه تعلم القران على المعلمين القراء المتقنين ثم علمه لغيره فلا يكفي انه يتعلم لنفسه بل يعلم غيره نعم احسن الله اليكم واثابكم الله عبد المنعم من جده يقول ما الفرق بين الوقف والوصيه؟ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو يكون في الحياة الوقف يكون في حال الحياة، ومن بعد الممات، والوصية تكون بعد الموت من وصيت الشيء إذا من وصيت الشيء إذا وصلته فهي تصل ما بعد الموت بما قبل الموت. الله فيكم واثابكم الله. هذا يقول في قوله تعالى في سوره لقمان ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. يسال عن هذه الآيه وعن هذه الوصايا لابنه. نعم هذه وصايا عظيمه. نعم. ولقمان رجل عابد وعنده حكمة، أعطاه الله الحكمة يعني الفهم، أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني ثواب ذلك يرجع إليه، فمن يشكر الله ويشكر النعم فإن ثواب هذا الشكر يرجع إليه وينتفع به. نعم ووصايا لقمان هذه العشر يا بني لا تشرك بالله بدأ بالنهي عن الشرك لأنه أعظم الذنوب ولهذا قال إن الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو وضع نفسه في غير موضعها اللائق بها حيث عرضها لعذاب الله سبحانه وتعالى فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه فمن تاب توبة صحيحة فقد وضع نفسه في موضعها اللائق بها قد أفلح من زكاها وأما من أهمل نفسه واتبع هواه فإنه قد ضيع نفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني دنسها بالذنوب والمعاصي فالإنسان راعٍ على نفسه ومسؤول عنها يوم القيامة. نعم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد المنعم من تبوك يقول هل للعمرة فضل عن باقي الشهور في شهر ذي القعدة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العمرة على مدار العام ولكن إذا أديت في شهور الحج فهذا أفضل ما. بارك الله فيكم واثابكم الله، هذا يسأل حفظكم الله عن انه يقول ذهبت الى العمره ومعي ابني واحرمنا من الطائف ووصلنا الى مكه ورفض ابني الدخول الى العمره بسبب التعب وجلسنا في ساحه الحرم للراحه والاكل ثم اعتمرنا هل علينا شيء؟ رفض ابنه نعم يقول انه رفض آه ابني الدخول إلى العمره، ما كمل العمره هالولد وهم اعتمروا هم. باقية عليه العمره يا أخي، باقية العمره عليه. فلا بد أن تذهبوا به وتلزموه بأداء العمره التي أحرم بها، لا يتحلل منها إلا بأداء مناسكها. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسال عن الضمان الاجتماعي لوالدي المتوفى هل يدخل ضمن التركه؟ نعم هذا حق له من حقوقه فيدخل ضمن التركه. نعم. بارك الله فيكم، هذه احدى الاخوات تقول نصيحه من الشيخ لبعض الاسر التي تتاخر بتوزيع الورث وتنفيذ الوصية لحاجة أبنائهم لذلك لا يجوز هذا تجب المبادرة إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث ولا يؤخر قسمة الميراث إلا لسبب إلا لسبب واضح يؤخر من اجله قسمه الميراث اما اذا لم يكن هناك مانع فانه يجب اعطاء الورثه حقوقهم والمبادره بذلك نعم احسن الله اليكم ليس لدي محرم وهل يجوز الحج مع نساء في قاف... في... في قافله حج مخصصه للنساء لا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر إلا ومعها ذو محرم"، لا بد من المحرم، وإلا فإنها لا تسافر، ولا تكفي جماعة النساء عن المحرم، نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو مروان من ابها يقول نريد من معالي الشيخ توجيه نصيحه للشباب وبعض العوائل يسهرون في هذا الصيف الى اخر الليل وقبل الفجر ينامون ويتركون اداء الصلاه في وقتها وكذلك يتعبون والديهم بعدم الاستجابه لاداء الصلاه لا يجوز لهم ذلك لا يجوز السهر الذي يؤخر عن صلاه الفجر في وقتها مع الجماعة لأنها واجب محتم على المسلم في وقتها ومع الجماعة وعلى والديهم أن يلزموهم بصلاة الجماعة وأن يعزموا عليهم ولا يتركوهم مروا أبلاءكم يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فعلى الوالدين مسؤولية نحو أولادهما أن يلزموهم بطاعة الله وفي طليعتها بعد التوحيد الصلاة لوقتها مع الجماعة نعم. أحسن الله إليكم مع الشيخ صالح هذا محمد من الرياض يقول أديت العمرة في شهر شوال وأرغب الحج بإذن الله تعالى هذا العام هل الأفضل التمتع أم الإفراد؟ لا التمتع أفرد أفضل. أولا التمتع هذا أفضل ثم يليه آه ثم يلي التمتع القران بين الحج والعمرة ثم يليه الحج. نعم. يقول ما هي الفتره الزمنيه بين العمره الاولى والتي تليها اذا اردت العمره عن نفسي الافضل ان يكون بين العمرتين وقت يحصل شعر في الراس ينبت شعر الراس هذا الافضل والاحسن والا فليس فيه حد معين لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره لكن الأفضل أن يكون بينهما وقت ينبت فيه شعر في الرأس من أجل أن يحلقه أو يقصره. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه أم خالد تقول بنتي تعاني من الوسواس في الصلاة، بماذا تنصحها؟ ترفض الوسواس، وتستمر في صلاتها. وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام تأتي بالاستفتاح وفيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا استعاذت بالله بحضور قلب فإن الله جل وعلا يبعد عنها الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله هل يعتبر المساهمة في إصلاح مرفقات المسجد المغاسل وغيرها من ضمن الأجر في بناء المساجد وهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة في إصلاح ذلك الزكاة لا تصرف في المشاريع للمساجد ولا غيرها وإنما تصرف في مصارفها الثمانية مذكورة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وإنما تبنى المساجد من التبرعات الخيرية ولا تبنى من الزكاة نعم نعم، هذا علي من اليمن يقول: أنا شاب وأرغب الزواج ولكن الأهل يرفضون ويطلبون التأجيل. مع العلم بأني مقتدر ماديًا ومعنويًا، هل إذا تزوجت يعتبر عقوق وماذا أفعل؟ لا، لا يعتبر عقوق، إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع فيما لا يجوز فإنه فإنك تبادر بالزواج، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نعم. هذه احدى الاخوات تقول انا الزوجه الثانيه واجد تقصيرا من زوجي وحيث يميل الى الزوجه الاولى ومقصر معي ومع ابنائي، هل من نصيحه؟ النصيحه بالصبر. اصبري على زوجك واطلبي منه حقك واصبري على تقصيره نعم نعم بارك الله فيكم واثابكم الله آه هذا يسال عن في سوره طه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى يسال عن سبب نزول هذه الايه أن النبي صلى الله عليه وسلم سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في من قيام الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام وكثرة القيام فالله جل وعلا خفف عنه في هذه الآية وفي غيرها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. نعم بارك الله فيكم هذه إحدى الأخوات تقول نصيحة لأولياء الأمور من الآباء وغيرهم بأن يسهلوا زواج بناتهم ومن تحت ولايتهم وألا يسرفوا ويتشرطوا على الشباب قال الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله بفضله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فإذا كان الإنسان واجدا فإنه, فإنه يبادر بالزواج ليعف نفسه وعلى والديه إذا كان قادرين ماليا عليهما أن يزوج ابنهما إعفافا له نعم أحسن الله إليكم آه عبد المنعم من الجوف يقول ويسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟ الأرحام كل من تصلك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات من قبل الأب أو من قبل الأم كالأخوال والخالات والإخوة والأخوات فكل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتهما معا فإنهم ذوو الأرحام نعم احسن الله اليكم نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال السائل يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن ما معنى ضامن؟ بمعنى انه يضمن صلاته وصلاة من خلفه اذا حصل فيها نقص او خلل فانه يضمنه امام الله سبحانه وتعالى فعليه أن يناصح من خلفه وأن يحثهم على إتمام الصلاة وأدائها نعم بارك الله فيكم واثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. ايها الاخوه والاخوات الى هنا وناتي الى ختام حلقه هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد اجاب عن اسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناته وان يمتعه بالصحه والعافيه كما نسأل الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وان يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وفي كل مكان نستودعكم الله اخوه الايمان ونشكر الزملاء في تلفزيون الطائف على ما قدموا وكذلك هذه تحيه من الزملاء من هنا محمد الحامد والمخرج سلطان العتيبي والزملاء كافه نلقاكم باذن الله تعالى في لقاء مقبل ان كان في العمر بقيه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.